فريق أسامة عسكر رئيس بها. القوات الخاصة البحرية والطائرات المتعددة المهام من الدول المشاركة تحية للحضور. وفي ختام المرحلة نقل حضور مؤكدا أن تدريب ميدوزا 12 يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وأن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب، مشيدا بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة والروح المعنوية العالية أثناء تنفيذ المراحل القتالية المختلفة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة. حضر المرحلة الرئيسية عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وعدد من الملحقين العسكريين لمختلف الدول المشاركة بالتدريب ونخبة من الإعلاميين وعدد من طلبة الكلية البحرية.